أيها الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الوطني الأردني، قال الله تعالى في محكم تنزيله: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. إن قراءة متمعنة عميقة لهذه السورة الكريمة تبين لنا كيف أن الخالق المعبود حدد للراعي، أي راع، إذا كان له أن يقوم بمسؤولياته تجاه رعيته في أي مكان وفي أي لحظة من الزمان، حدد مسؤوليته الأولية بأمرين أساسيين، هما الإطعام من جوع والتأمين من الخوف. وبالتأكيد فإن فهمنا العصري للإطعام من جوع لا يمكن أن يعني فتح التكايا أو توزيع الوجبات على الناس، بل يعني خلق فرص العمل لكل القادرين عليه من خلال استثمار موارد الدولة وتعليم الناس وتأهيلهم وتحريك ودفع عجلة الإنتاج في سائر قطاعات الاقتصاد. أما التأمين من الخوف فيعني أمورا كثيرة، بدءا من احترام حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وانتهاءا بتوفير الأمن المادي والاجتماعي للمواطن وحماية أمن واستقرار الدولة. هذه هي المسؤولية الأولية للقيادة. وأقول لكم بكل الصدق والأمانة أنها مسؤولية ما عادت سهلة في ظل الظروف التي نعيش، بل إنها غدت تحديا كبيرا يدركه كل مسؤول ومطلع على أحوالنا المالية والاقتصادية والاجتماعية. فالأردن شبه محاصر، والأردن محدود الموارد، ونسبة تزايد السكان فيه من أعلى النسب في العالم. باختصار، في الأردن بطالة وفي الأردن جوع، وبالمقابل في الأردن كرامة وكبرياء. ولدى شعبه فضائل الصبر والعزيمة والوفاء.